يسعد أوقاتكم مشاهدينا بكل الخير. رمضان هو شهر الصوم، لكن مع الأسف هو عند كتير من الناس شهر الطعام، لذلك لا الكتير يلي بيمرق رمضان وما بتصيبهم أي مشكلة أو اضطراب هضمي بعد الإفطار لوجبة السحور. وبحلقتنا لليوم رح نتعرف على هالاضطرابات هاي وكيف ممكن نتغلب عليها. أهم هي الاضطرابات الكولون العصبي. موضوع الكولون العصبي هو حالة مؤقتة بتتعامل فيها المعدة مع الأطعمة بشكل غير معتاد، وبينتج عنا بعض الأعراض مثل الانتفاخ بالمعدة وكثرة الغازات وتبادل الإمساك أو الإسهال مع مغص متقطع. ومن اسمه الكولون العصبي، هو بيتأثر بشكل كبير بالحالة النفسية للشخص من قلق أو توتر أو حتى تبادل المشاعر المختلطة. بيزيد الكولون العصبي بالتدخين إضافة لبعض الأطعمة مثل المخللات والفلفل والأطعمة الحارة وحتى الشاي والقهوة ونسكافيه. ومن أفضل الحلول للتغلب على مشكلة الكولون العصبي والغازات الناشئة عنه هو التدرج البسيط بتناول كميات الألياف وتناول كوب صغير من جل الألوفيرا قبل الإفطار، والابتعاد عن القلق والتوتر، والتخفيف من المنبهات والأطعمة المسببة لتهيج الجهاز الهضمي مثل الأطعمة الدهنية والمقليات والمخللات والأطعمة الحارة. أيضاً مشكلة الإمساك. الإمساك مشكلة كبيرة يعاني منها الكثيرين. لتجنب الإمساك يجب تناول المزيد من اللبن وتناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء والتخفيف من الرز والخبز الأبيض واستبدالها بالحبوب الأخرى مثل الأرز والمعكرونة البنية والخبز الكامل، خبز حبة القمح الكاملة، والحرص على تناول الخوخ وكذلك الخضروات إضافة لممارسة المجهود الحركي. أيضاً مشكلة كبيرة يعاني منها الأشخاص في رمضان اللي هي الغازات. لتلافي الغازات والانتفاخ من المهم الامتناع عن الكلام خلال تناول الطعام لتجنب ابتلاع الهواء يلي بيتجمع على شكل غازات بالأمعاء. أيضاً التقليل من استهلاك الخضار النية مثل الملفوف واستبدالها بالخضار المطبوخة أو طبخ الخضروات في الشوربات. من المشاكل أيضاً الانتفاخ. لتجنب الانتفاخات ينصح بارتداء ملابس فضفاضة خلال تناول الوجبة، لأن الملابس الضيقة تساهم بتجمع الغازات. كذلك شرب السوائل ببطء لتجنب ابتلاع الهواء معها، خاصة المشروبات الساخنة، وتناول الأعشاب المغلية مثل الشمرة البابونج لأنها بتساعد بالتخلص من عسر الهضم والانتفاخات. أيضاً من المشاكل الصحية الشائعة الحرقة. الحرقة هي أحد المظاهر المزعجة برمضان، وللتقليل منها ينصح أنه نحن نقلل من استخدام الفلفل الأسود ونتجنب الاستلقاء بعد تناول الوجبة مباشرة لتلافي استرجاع الطعام للمري. من المشاكل المزعجة أيضاً التخمة. لتجنب التخمة ضروري نتوقف عن تناول الطعام لما نبلش نشعر تدريجياً بدرجة شبع مريح، حتى لو لسه ما تناولنا أو دقنا من كل أصناف الطعام الموجودة على المائدة، لأنه بإمكاننا أنه نحن نتناولها بوجبة لاحقة بعد ما يتم هضم الوجبة الحالية بصورة سليمة. أيضاً يفضل تناول الطعام ببطء، وبذلك يتم استهلاك كمية أقل من الطعام حتى الشعور بالشبع المريح. ولتجنب الاضطرابات الهضمية الأفضل التقليل من الحلويات والأطعمة الدسمة أو تجنب تناولها، لأن الدهون رح تبقى بالجهاز الهضمي لفترة طويلة وتسبب سوء الهضم. أيضاً تجنب المشروبات يلي بتحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. يفضل تناول الحبوب الكاملة لإراحة الجهاز الهضمي. يوصى بتناول الحبوب الكاملة مثل الخبز المصنوع من طحين القمح كامل أو المعكرونة البنية المصنوعة من طحين قمح كامل والبرغل والفريكة والشعير والأرز البني والشوفان. ومن النصائح الهامة أيضاً محاولة تقسيم وجبة الإفطار لوجبتين صغار، بحيث تكون الوجبة الأولى مثل منبه بسيط للجهاز الهضمي، وينصح أنه تتكون من حصة من الفواكه أو 3 حبات من التمر وطبق الشوربة وسلطة خضار وكوب من اللبن ونوع من الأطعمة النشوية مثل الخبز أو الفريكة أو البرغل أو البطاطا. بعدها ينصح كمرحلة تانية بتناول الطبق الرئيسي مثل اللحوم أو السمك بعد 2 ساعات من استهلاك الوجبة الأولى، لأنه هيك بتكون أنزيمات الجهاز الهضمي جاهزة لهضم الوجبة يلي تعتبر مكوناتها وتركيبتها معقدة بشكل أكبر. وأخيراً، فإن رمضان شهر للصيام، فلا نجعله شهر الطعام، ويجب أن نعيد التفكير في العادات الغذائية والنفسية يلي سببت لنا هالاضطرابات هي، ونحاول تصحيحها قدر الإمكان. وإلى لقاء قريب ومعلومات صحية جديدة بإذن الله.